السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلفزيون 14 بوصة، كان فيه عطل بسيط وعملته والحمد لله التلفزيون اشتغل تمام. فأنا بسحب ملف الأيبون من التلفزيون واحتفظ بيه عندي علشان احتاجه فيما بعد. علشان اسحب ملف الأيبون من التلفزيون بتأكد من رقم اي سي العمليات او رقم الاي سي الكبير واحتفظ بيه. ده رقم الاي سي الكبير، وبتأكد من رقم اي سي الايبروم، بحتفظ بكل البيانات عندي، وبتأكد من موديل التلفزيون، بعد ما حفظت بيانات التلفزيون عندي هبدأ أسحب ملف الأيبروم بدون ما أفك الأي سي. هبدأ أسحب ملف الأيبروم من التلفزيون بدون ما أفك الأي سي بالمبرمجة بوتان 3. أنا عامل هنا أطراف الأيبروم، الوصلة دي أنا اللي عاملها، بوصلها بمكان الأيبروم في التلفزيون، ونهاية الوصلة عامل فيها أسلاك بنفس أطراف الأيبروم، عامل تغذية، تغذية الأي سي والاثنين الداتا الخاصة بالأيبروم. بعد ما وصلت أسلاك الأيبروم في المكان المناسب لسحب الأيبروم من اللوحة بدون فك الأي سي، هبدأ أوصل البرمجة بالكمبيوتر. وافتح البرنامج بوستال 3، برنامج بوستال 3، احدد الايبروم. اول حاجة اعملها حكر رقم الاي سي علشان اتأكد ان كل حاجة سليمة. حاليا قرأت رقم الاي سي بالبرنامج، رقم الاي سي بيطلع اوتوماتيك. ده رقم الاي سي، هو نفس رقم الاي سي اللي في التلفزيون. هبدأ أسحب ملف الأيبروم، أسحب. حاليا سحبت ملف الأيبروم، هنا ملف الأيبروم اللي سحبته، أحتفظ بيه. هبدأ أحفظ ملف الأيبروم بموديل التلفزيون. ده موديل التلفزيون ورقم اي سي الايبروم. حاليا سحبت الملف وحفظته واحتفظ بيه، وتم سحب الملف بنجاح. وتحياتي للجميع.